حكم القضاء الاخير القضاء الاداري الاخير وبطلان تشكيل الجمعيه التاسيسيه بالتاكيد اثار جدل كبير جدا، ويمكن خلانا يعني نبدا نفكر في مستقبل مصر السياسي. هل نحن مقبلون على جمعيه تاسيسيه جديده يتم انتخابها من خارج البرلمان كما جاء حكم محكمه القضاء الاداري؟ هل نحن بصدد طعن من أصحاب الشأن، من مجلس الشعب، من وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى؟ حتى الآن الرؤية لم تتضح بعد، لكن المهم في البداية وفي النهاية أن احنا نصل إلى المعلومة الأكيدة. هل هذا الحكم حكم ابتدائي أم حكم نهائي؟ هل سوف يتم الطعن عليه؟ وبالتأكيد أيضا مصير دستور مصر القادم في ضوء هذا الحكم. النهارده مشرفني في هذه الفقرة الدكتور جابر نصار، طبعا أستاذ القانون الدستوري وصاحب الدعوة القضائية ضد اللجنة التأسيسية. أهلا بيك دكتور جابر. أهلا بيك، بس لست الوحيد. لست الوحيد. طيب. والدكتور أحمد أبو بركة طبعا محامي جماعة الإخوان المسلمين. أهلا بيك. أهلا بيك. أهلا بيك. دكتور جابر، في البداية عايزك تقول للمشاهدين الحيثيات التي استندت لها المحكمة في حكمها ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور. أولا المحكمة استندت إلى أولا قبول الدعوة شكلا والحكم باختصاصها، لأن الذي صدر عن الأعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب والشورى هو قرار إداري يجوز الطعن فيه، وهذه مسألة كانت مسألة مهمة ومفصلية، لأنه المحكمة قالت أن هذا القرار لم يصدر عن مجلس الشعب ولم يصدر عن مجلس الشورى، وإنما صدر عن مجمع انتخابي حددته المادة 60، ولذلك هذا قرار إداري يجوز الطعن فيه بالإلغاء. وحكمت باختصاصها باعتبار أن الأصل هو أن التقاضي حق دستوري، والرقابة القضائية يجب أن تشمل كل أعمال الإدارة. استند هذا الحكم في موضوعه بإلغاء بوقف تنفيذ القرار الصادر من البرلمان بتشكيل التأسيسية على مجموعة من الحجج. أولا قالت أن الأعضاء المنتخبين لا يجوز لهم أن يختاروا من داخل البرلمان ما يمكن أي عضو ولو عضو واحد. ليه؟ قالت أن المادة 60 فصلت بين بالنص كده بين مهمتين، مهمة الأعضاء المنتخبين في انتخاب المئة، ومهمة المئة في صناعة الدستور، وقالت أن هاتين المهمتين لا يتداخلان لا من حيث الأشخاص ولا من حيث الموضوع، ولذلك المنتخبين ينتخبوا 100 وال100 دول يروحوا يعملوا الدستور وانتهت المشكله. الاثنين وال100 دول كلهم بره مجلس الشعب والشورى، من بره البرلمان. قالت كمان ان لا يمكن ان يتم الانتخاب بالصوره التي تم بها، فيجب الاول ان يفتح باب الترشيح وتحديد شروط وضوابط الترشيح لكي يترشح من هو مؤهل لوضع الدستور بالنص، من هو مؤهل لوضع الدستور. ولذلك الحكم قال انه لابد من فتح باب الترشيح ويتقدم من هو مؤهل، ثم بعد ذلك يحدث هناك تفاعل بين المرشح والمنتخب بحيث ان يعلم المنتخب من ينتخب. ثم بعد ذلك تحدث الحكم عن ضرورة وجود معايير منضبطة لاختيار 100 من بين المرشحين. هذا هو مجمل ما قال به الحكم القضائي الصادر عن محكمة القضاء الإداري بجلسة 3/17/4. هذا الحكم تتمة لما تساءلت به هو حكم صادر في الشق العاجل من الدعوة، وهو قابل للطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا، ولكن وفقا للمادة 50 من قانون مجلس الدولة فإن الحكم الصادر في الشق العاجل هو حكم له حقيته وواجب النفاذ في مواجهة الكافة، والطعن فيه لا يعطل تنفيذه بأي حال من الأحوال. طيب دكتور بقى أبو بركة، يمكن كلام الدكتور جابر هيخليني أنا أسألك، هل الحكم نهائي وواجب تنفيذه أم أن هناك فرصة للطعن عليه؟ ولو هناك فرصة، هل حزب الحرية والعدالة الذي أعلن أنه سوف يطعن ثم تراجع هيطعن ولا مش هيطعن؟ دعني أشكرك على هذه الاستضافة أولا. شكرا.
وحيي السادة المشاهدين. وفي البداية وكان مقام عدة دعاوى، منها دعوة مقامة من الأستاذ شحاتة محمد شحاتة والدكتور جابر، مقام دعوة وعدة دعوة أخرى، وفصل في دعوة منها دعوة الأستاذ شحاتة محمد شحاتة، وباقي الدعوة أحيلت لهيئة المفوضين لإعداد تقرير رأي القانوني في الدعوة. المحكمة فصلت في الشق العاجل في الدعوة الأولى التي تحدثت في بنائها القانوني على أنه يجب أن يدور الحديث عن اختيار من داخل البرلمان في عضوية اللجنة. الدعوة الأخرى المقامة الدكتور جابر وباقي الدعوة كانت تتحدث عن نسبة 50-50 وأنها أخلت بتكافؤ الفرص بالمساواة، فالفكرة القانونية في الأساسين مختلفة شوية. المحكمة أخذت بالفكرة اللي أثارها الأستاذ شحاتة في دعواه وانتهت في بنائها القانوني بالتأسيس اللي قال بالدكتور جابر، والدكتور جابر وآخرين ضموا الأستاذ شحاتة في دعواه اللي هي كانت رقم واحد غرف في المحكمة. ده فيما يتعلق بالواقع اللي موجود بالفعل بمفرداته. هذا الحكم له قوة النفاذ، قوة تنفيذية، وواجب النفاذ فورا، والطعن عليه لا يوقف تنفيذه، لكن حجته مؤقتة، بمعنى أنه لا يقيد حتى المحكمة التي أصدرته حينما تتصدى للموضوع ولا يلزمها في شيء. المحكمة التي أصدرته نفسها مطلقة الصراح، مطلقة عن كل قيد من الحكم، وهي تنظر موضوع الدعوة، لأن القضاء المستعجل ده الشق المستعجل الشق المستعجل يأخذ من ظاهر الأوراق، لا يبحث بحث موضوعي، لا يقدر الأدلة بشكل حقيقي، بيتحسس ويقول ان راجح ان الدعوة ان القرص لو لابد ان اكون فصف الاختصاص زي ما قال الدكتور جابر بالفعل، وقال ده قرار اداري. وطبعا انا يعني احنا مختلف، انا شخصيا مختلف مع هذا التكييف اختلافا كاملا، لان هذا ليس قرارا اداريا بقضاء مجلس الدولة نفسه. وده موطن الخلاف الاساسي. اما باقي ما قال به الحكم من الضوابط والمعايير والترشيح، كل ده كلام جيد، يعني ده كلام يعني وليس هو الوحيد النمط الذي يعتمد في اتخاذ الاجراء لكي يصل الى غايه، لان الاجراءات مش مقدسه. في النهايه المشرع الدستوري حط هدف وكل وحدد اختصاص وانشا هيئه تباشر الاختصاص تحقق الهدف. كيفيه الوصول اليه، الاجراء مش مقدس، هو ما يحقق. وعندنا حتى في القانون المصري عموما اللي نظريه البطلان فيه هي اسمها نظريه البطلان الغائي، اي اجراء حقق الهدف حتى لو كان به بطلان بتترد المحكمه الطرف عن البطلان الاجرائي ما دام الهدف ولا يقع تحققه. وبالتالي النمط اللي حدده الحكم نمط جيد فيما يتعلق بمساله الاجراءات والترشح والى غير ذلك. ان ابدعت البرلمان المنتخبين منه نمط يحقق الهدف بشكل اكثر برضه ما فيش مشكله، فده كلها خيارات مطروحه، ما فيهاش اي اشكاليات. نقطه الخلاف الاساسيه مع الحكم، واجيبك اولا على سؤالك، ان هتطعن الحزب لن يطعن على الحكم، الحزب لا يطعن في الحكم وليس خصما في الدعوه. بس كان في نيه في البدايه، هو مش نيه، كان اجتهاد من بعض الافراد، ان احنا بالفعل احنا شايفين ان ده الحكم بشكل سابقه خطيره. لانه حينما يتغول على السلطه التشريعيه بهذا الشكل، حينما بغض النظر عن هي السلطه التشريعيه ولا مش تشريعيه، المنتخبين من المجلسين، يعني احنا عندنا قرارات مثلا في ظل دستور 71 قبل تعطيل العمل به، كان فيه في التعديل الدستوري سنه 2007 عقد الاختصاص لمجلس الشورى بالموافقه على بعض القوانين. تمام. حينما يوافق المجلس الشورى بشكل ويوافق المجلس الشعب بشكل اخر، بنحل الاشكال ده ازاي؟ بتشكل لجنه من المجلسين، وهذه اللجنه بتنظر في هذا الامر وتصوغ صياغه معينه، وبيتم عقد مؤتمر يتم الموافقه عليه، وبيتم بحل لم يقل احد ان هذه اللجنه هذا التشريع الذي يتم الموافقه عليه من الاثنين ما هيش تشريع، وعشان ده مجمع انتخابي يوافق او لا يوافق او شيء من هذا القبيل. بالعكس، ده كان الغايه الاساسيه في النص الدستوري ان يقصر المنتخبين وليس كل الاعضاء. أيوة. ان تكون ديمقراطيه لابعد حد، بحيث لا يشارك المعين في اختيار اللجنه. فدي ده الهدف وده الغايه، فما يجيش عشان السمو هذه الغايه ونبلها اقول لا ده مش برلمان وده مش عمل برلماني، ده عمل اداري. اولا البرلمان بيمارس ثلاث انواع من الاعمال، أو المنتخبون أو غير المنتخبين، أعمال سياسية وأعمال تشريعية ورقابية وأعمال إدارية. أعمال سياسية كمناقشة بها رئيس الجمهورية، كمناقشة بها الوزارة، كمناقشة الخطة العامة والسياسة العامة للدولة بشكل عام وكلي، كالدبلوماسية البرلمانية وغير ذلك من إبداء رأي في القضايا السياسية وغيره. عمل برلماني متمثل في التشريع والرقابة بكل أشكاله. عمل إداري وهو بينحصر في رئيس المجلس أو هيئة مكتبه في تعيين الموظفين أو ما يدور مدار الجراء الإداري الخاص بالموظفين وتسيير دولاب العمل الإداري. وبرضه بقول واقول انا عشان العبره بالحقيقه والجوهر والمعنى وليس بالشكل والمظهر والمبنى. عشان اقول اي عمل قانوني اكيفه بنشوف طبيعه العمل، شروطه واوصافه، مكوناته، اثره القانوني عشان احكم عليه. وبالتالي هل هذا العمل عمل اداري؟ حينما يكتمل ينص الدستور وينشا هيئه من المنتخبين من المجلسين ويمنحها هذا الاختصاص لكي تعين 100
يكتبوا لنا الدستور اللي هو اعلى الوثائق قيمه قانونيه في المجتمع واسمها وابرز مظهر من مظاهر مباشره السياده. ده الخلاف الاساسي مع الحكم، انه هنا خالف المستقر عليه في قضاء مجلس الدوله ذاته، خالف المستقر عليه في احترام مبدا الفصل بين السلطات سواء كان في قضاء مجلس الدوله المصري او الفرنسي، تغول على السلطه التي انشاها الدستور بهذا الشكل واندى قرار اداري، فده خلاف قانوني صرف، خلاف قانوني بحت. طيب دلوقتي دكتور جابر، هناك من يقول ان السلطه القضائيه لا تراقب عمل السلطه التشريعيه، رايك ايه؟ اولا طبعا احنا مش عايزين في الحقيقه ندخل في فنيات قانونيه وقضائيه قد يعني تصعب على المشاهد متابعتها، انما هو طبعا كان في مجموعه من الدعاوى الموجوده امام المحكمه، الدعاوى دي كلها كانت بتقوم على طعن في قرار واحد اللي هو تشكيل التاسيسيه، حتى وان اختلفت ايه اسبابها. المحكمه نظرت القضايا في جلسه واحده، حكمت في واحده، دخلت كل اطراف الدعاوى في الدعوه وحكمت في واحده على اساس ان ما تقعدش تكرر الحكم بذات الاسباب، واحالت الدعاوى كلها في الى هيئه المفوضين لانها حكمت في الشق العاجل. في الحقيقه الدكتور احمد ابو بركه حضر المحكمه بصفته محامي متدخلا الى جانب الدوله، وترافع فيما قال به من حيث ان المحكمه غير مختصه بنظر الدعوه لان الامر يتعلق بعمل برلماني، والمحكمه ردت على هذا الامر، وايا ما كان وجه الراي فيه فما كان الامر، بقى الامر بعد ذلك هو محكمه الطعن. انما نحن امام حقيقه قانونيه ساطعه، هي أن الحكم صدر بإلغاء قرار بوقف تنفيذ قرار تشكيل التأسيسية على سند من مجموعة أسباب يجب احترامها وتنفيذها. إما يطعن فيه بناء على هذا الكلام اللي بيقوله زميلي الفاضل ومحكمة الطعن تنحاز إلى وجهة نظري، سوف نضرب تعظيم سلام ونقول الحكم كأن لم يكن، إنما إلى الآن الحكم عنوان الحقيقة. إيه حكاية بقى الأعمال؟ السؤال اللي أنت سألته للسلطة القضائية لا تراقب أعمال البرلمان. ده صحيح، السلطة القضائية تاريخيا لا تراقب أعمال البرلمان عملا بمبدأ الفصل بين السلطات، ولأن البرلمان المفروض أن يكون له الحرية في ممارسة سلطاته التي ناطها به الدستور. السلطات التي ناطها الدستور بالبرلمان محددة في النصوص الدستورية، يعني المادة 33 من الإعلان الدستوري بتقول يختص البرلمان بالتشريع والرقابة على الحكومة وإقرار الخطة والموازنة. إذن استقر الفقه على أن أعمال البرلمان هي التي تتعلق بالتشريع والرقابة ومراقبة وبيان مناقشة بيان الحكومة. ولذلك لما نيجي نقرر في الدستور أو القانون أو في حتى اتجاهات القضاء، لما نيجي نقول أن عملا يخرج عن الرقابة القضائية هذا استثناء، والاستثناء يجب أن يقاس، أن يفسر بمنطق الاستثناء. أي. لأن الأصل هو خضوع كل سلطات الدولة لرقابة القضاء، لأن الرقابة القضائية مظهر أساسي من مظاهر الدولة القانونية وسيادة القانون. أن يفلت عمل من رقابة القضاء هذا هو الاستثناء. ولذلك هنا المحكمة، ونحن عندما ذهبنا إلى المحكمة، أنا شخصيا لما جيت عملت كيفت المسألة وترفعت قدام المحكمة، قلت دلوقتي احنا بنتكلم عن عمل برلمان، والذي متواجد امامنا حتى وان كان منتخبا هو مجموعة من المنتخبين، لا تقدر تقول عليهم ان هم اعضاء مجلس الشعب، ان هم مجلس الشعب كله ولا مجلس الشورى كله. والدليل على كده ان هم راحوا انعقدوا في مدينة نصر، الإعلان الدستوري بيقول أنه لا يجوز لمجلس الشعب أن ينعقد إلا في مكانه، إلا بدعوة من رئيس الجمهورية أو ثلث أعضائه، وإلا كانت أعماله باطلة وجلسته باطلة. ولذلك هو راح قعد في مدينة نصر علشان يختار اللجنة التأسيسية بغير دعوة لا من رئيس الجمهورية، لأن ده مش هم لما راحوا انتخبوا كانت الجلسة اللي هي بعد الاجتماع المشترك. ولذلك لا يمكن تصور في عقل ومنطق أن نقول
أن الأعضاء المنتخبين هم أعضاء مجلس الشعب، هم مجلس الشعب أو مجلس الشورى. لا، ده مجمع انتخابي. مجمع انتخابي زي ما المحكمة قالت بيختار الجمعية التأسيسية على درجتين، وقالت أن المشرع الدستوري في المادة 60 غاير بين مسألتين، يعني تشكيل الجمعية التأسيسية بمعنى أصح تجاوز المادة 60. قل لي بالله عليك، من الذي قال لهم إن هم يختاروا 140 احتياطي؟ جابوها منين؟ يعني أنا دلوقتي مش موجودة في الإعلان الدستوري. النص قال ينتخبوا 100. هم خلي بالك سعادتك، حتى زي ما المحكمة فهمت، هو النص الدستوري بيقولوا إيه؟ ينتخبوا 100 ويقولوا سلام عليكم ويسيبوا 100. لما تيجي 100 تنقص يبقى لكل حادث حديث. إنما أنت الآن النص الدستوري بيقول لك ده أنا بضرب لك مثل للمخالفة النص. النص الدستوري لما يجي يقول لك اختار 100، انت سعادتك الان بتختار 140 ليه؟ واذا كان هناك توازنات في اختيار 100، هل التوازنات دي موجودة في اختيار 40؟ ولما هتيجي تصعد هتصعد ازاي؟ يبقى اذا انت ادخلت في تطبيق النص الدستوري ما ليس منه. خلي بالك انه الانتخاب هنا انتخاب على دورين، وده قلناه زي ما هي قالت المحكمة. يعني ايه على دورين؟ يعني المحكمة قالت كده، قالت ان الاعضاء المنتخبين هم وكلاء عن الامة في اختيار 100، في انتخاب 100، والوكيل لا يكون اصيلا الا بنص خاص. المحكمة قالت كده. يعني ايه؟ يعني ان انا مختاره كمندوب، المندوب علشان يمارس مهم ينتخب، انما ما يترشحش، لأن الدستور والقانون مايز بين حقين متميزين، حق الانتخاب وحق الترشيح. والحقوق في الحقيقة في الدرجة الثانية من الانتخاب، أنا مندوب، أنا رايح، أنت بتعمل لي توكيل علشان أروح قدام المحكمة أرفع دعوة. ولذلك لما أروح أنا بتعمل لي توكيل، واحد أخويا برة عمل لي توكيل علشان أتجوز له عروسة، بعت له صورتها وعجبته وقال انا مش عارف انزل فهتجوزوها لي بتوكيل، رحت علشان اتجوزها بتوكيل اتجوزتها لنفسي. هل اتجوزها بنفسي بصفة اصيل ولا بالتوكيل؟ بالتوكيل. لا بصفة اصيل. بصفة اصيل طبعا. يبقى اذا ما ينفعش بالتوكيل. ولذلك هنا دي مثال بسيط جدا. ولذلك انا انتخبت مندوب او وكيل، الوكيل لا تتحد ذمته مع الاصيل الا بنص خاص. طب مثال تاني، لما سعادتك بتيجي تبيع شقة لواحد ويقول لك اعمل لي توكيل غير قابل للإلغاء بالبيع للنفس وللغير، تمام. هذا لو انت هتعمل توكيل عام ما يتضمنش المسألة دي. لما يجي تعمل له التوكيل ده لازم تروح الشهر العقاري ويقول لك يا أستاذ خلي بالك مش هتعرف تلغيه، لأنه هنا الوكيل هيمضي وكيل مرة ويمضي أصيل مرة في العقد حتى في الشهر العقاري. ولذلك المحكمة قالت أن الوكيل لا يكون أصيلا إلا بنص خاص، وهذا النص مش موجود في الدستور. الذين فسروا النص تفسيرا مختلفا قالوا لا، إن النص أطلق الأمر فالأمر يكون على إطلاقه ما لم يخصص. لا، الأمر لم يطلق، الأمر حدد ولا يخصص إلا بنص. ولذلك المسألة دكتور مبارك، طب تقول إيه بقى لما الحكم قال إنه ليس من حق البرلمان أن يشارك نهائيا في وضع الدستور؟ هو انا في الجزئيه ديت ما لا تعنيني كثيرا في اختلاف الراي حولها، ان يكون مش برلمان مشارك او غير مشارك، لان هي في النهايه لا يترتب عليها عمل. انا بتكلم مساله اختصاص هي الاساسيه، عن اختلاف معاكم في الاختصاص. اما كل ما وراء الاختصاص هذا كله يدور فيه الجدل ويتردد فيه الراي. يعني الكلام اللي الدكتور جابر طبعا في جزء صحيح، ومن وجهه نظري في جزء اخر ليه عليه بعض الملاحظات، زي مساله الدعوه والمكان. النص حدد ان يدعو رئيس الجمهوريه ورئيس مجلس القوات المسلحه المنتخبين من المجلسين، فالدعوه قائمه. وبالتالي لو هناخد مساله الدعوه هي المعيار في استقلال هذه الجهه بالعمل التشريعي، وانه لا يخضع لعقوبه يعني انها دعيت عمل كانت عمل تشريعي والعمل ده لا يكون الا بدعوه من سلطه ذات سياده، ده حدث والنص نص عليه، ده حدث وتم دعوه المنتخبين بقرار الجمهوريه بموجود ومشوف قد وقع ده المقصود. ما انا بس لحظه من صح، بس مجلس الشعب فدعي المنتخبون من المجلسين بقرار جمهوري للانعقاد لمباشره هذه المهمه.
صح. هذه واحد. صح. الثانيه بالنسبه للمكان كمجمع انتخاب، بالنسبه للمكان المكان اللي زي ما الدستور قال وزي القانون قال مدينه القاهره، لكن فين مدينه القاهره؟ ما قالش. مش كده وبس، للمجلس عند الضروره او عند الحاجه ان ينعقد في غير مقر موجود ده في لائحه المجلس. بس كان في ضروره بأغلبية. ايوه ايه ايه ضروره بطلب قاعه المجلس، قاعه المجلس هل التلت طالبه ده؟ لا بكل تاكيد، ما هذا الاجراء لا يفوت، هذا الاجراء لا يفوت. ازاي اللي بالنسبه لمساله الاحتياطي برضه اللي فات الدكتور جابر، ان عندنا جمله اجراءات في اللائحه الداخليه للبرلمان باختيار ممثلين في الشعبه البرلمانيه، ممثلين في بعض الهيئات القضائيه، ممثلين في لجنه الانتخابات الرئاسيه، ممثلين في لجنه الانتخابات البرلمانيه. القواعد المستقره ان كل انتخاب واختيار من البرلمان لشخص، لان كلنا يرد علينا الموت او العوارض كلها التي قد تفقد الاهليه، قد تفقد الشروط، قد تفقد. فحينما انشئ مؤسسه لكي تباشر اختصاص معين في فتره زمنيه محدده، اذا لابد ان اتحسب وانا مشرع لكل الاعتبارات التي تطرا على الحاله، وبالتالي اعين من كل صنف من الاصناف التي وضعت معيارا ان تكون موجوده في الصفه الاصليه ذات من ذات صفه احتياطي. ومين اللي حط المعيار؟ فين المشرع اللي قال؟ المعيار اللي حطه المنتخبين من المجلسين. فين ده؟ مفيش. لان النص زي ما قال الدكتور جابر، يعني المشرع الدستوري كما هو معروف ومستقر، والدكتور بيدرس التلامذه ده، انه مش منزه عن الله وعن الخطا، وانه اذا اورد نصا بشكل معين وعقد اختصاص بناصيه جهه معينه انما يقال وجه من المصلحه العامه. هو ما قالش يتحقق. لحظه بس يا دكتور، لحظه بس يا دكتور، ما قالش ينتخب احتياط. يتحقق حينما تباشر هذه الجهه الاختصاص، ولو اراد ان يقيد لقيد، ولو اراد ان يخصص لخصص، حينما ياتي بالعموم انما يقصد ذلك، مش سهو منه، مش غلط. والا كانت فكره علو وسمو القاعده القانونيه فقدت اصل فلسفتها واصل وجودها. يعني جاء منين؟ جاء من افتراض السلامه المطلقه والصحه المطلقه والمصلحه العامه المطلقه. طيب، وبالتالي ان لما نيجي نقول لا لو ما قالش كذا وهنقول كذا ونبدا نفتح الباب الواسع. طيب، ما هو ما قالش لمثل هذه الاجتهادات. انا عندي نص جاء بشكل معين. احنا بس عايزين نعرف بقى اللي جاي ايه. يعني النهارده السؤال دكتور جابر، هل نحن بحاجه لاعلان دستوري جديد يضع معايير جديده لتشكيل الدستور؟ بس مثال الزواج، ان هذه المعايير سوف يضعها البرلمان كما قال الدكتور. هو بس حته صغيره عايز الدكتور، مساله الوكاله كلام صحيح ان الوكاله اذا فوضت، لكن هو ضرب مثال الدكتور ان في قياس مع الفرق، لان انا واحد محل هذا المحل لا يرد عليه التعدد بسبب الزواج، لكن البيع ممكن جدا اوكل لحد بان يبيع لي مال فيبيع لي نفسه. لا لا لا، دي لازم يكون نص، لازم يكون نص ما فيهاش اي اشكال على الاطلاق. مساله الوكاله الخاصه برضه كلام صحيح فيما يتعلق بالبيع النفسي او الغير، ومستند عدم الالغاء مش اللي هو ان عشان هيمضي بيعه مشتغل اطلاقا، هو تفسير جميع عموم الفتوى والتشريع والمحكمه الدستوريه قالت ان هذا ينزل منزل العقد الموصل. عظيم. هل احنا في احتياج لاعلان دستوري جديد؟ احنا في احتياج الى حل. كيف ياتي الحل؟ مش هي دي المشكله. الان لدينا اشكاليه في تشكيل الجمعيه التاسيسيه. لان الجمعيه اولا يقولون او يقول البعض ان الحكم قد يكون مخرج جيد لازمه الجمعيه التاسيسيه، لانه الجمعيه التاسيسيه دخلت في طريق مسدود، وهي الحكم لم يرجع الامور الى نقطه الصفر، ولكنها نقل الامور الى المربع الصحيح. تمام. ولذلك نحن لدينا مشكله. ايه هي المشكله؟ مشكله في تشكيل الجمعيه التاسيسيه بين الاغلبيه البرلمانيه وبين بقيه القوى الاخرى. الاغلبيه البرلمانيه تريد تشكيل الجمعيه على قاعده التمثيل الحزبي. والجمعيات التاسيسيه على مستوى العالم كله والتاريخ تشكل على مستوى التمثيل الوطني. وأنا بقول إن لو أعدنا تشكيل الجمعية التأسيسية بنفس الصورة حتى من خارج البرلمان على قاعدة التمثيل بالأغلبية الحزبية لن تنعقد. لو أعدنا تشكيلها 1000 مرة سوف أيضا تحدث فيها مشكلة، لأن لما تكون إيه المطلوب إذن؟ ما أنا أقول لساعتها لما يكون في اتجاه سياسي مع احترامه وتقديره داخل الجمعية حاسم التصويت على الخيارات الدستورية، يبقى لو صوتت 50% زائد واحد يبقى معنى ذلك 49 ملهمش وجود، ملهمش قيمة، يبقى لازمتهم ايه؟ يبقى الأوفق ان انا ادي الدستور
للأغلبية وتكون مسؤولة أمام الوطن وتكون مسؤولة أمام الشعب ونقول لها اعملي الدستور. هذا أريح حاجة وخلاص ونكون منطقيين. هي. الآن الحكم قال إن المفروض التمثيل في الجمعية الوطنية يكون على قاعدة التمثيل الوطني، لم يكن هذا واضحا ولكن بالمعايير اللي حطها. علشان نعمل جمعية تأسيسية جيدة لازم نقول شروط الترشيح إليها، من الذي يترشح إليها، منين ومنين ومنين، ويكون فيه شروط إيه. الحكم نفسه بيقول حتى يكون مؤهلا لكتابة الدستور، هذا أول واحد وصنع الدستور. تاني حاجة لابد من أن يكون هناك ضوابط لضوابط في اختيار الجمعية التأسيسية وتوازنها، وهذا أيضا مما أقرب بحيث أنه يمثل كل الناس وطوائف الشعب المصري. شوف في صناعة الدساتير في الجمعيات التأسيسية على مستوى حتى التي شكلت من برلمانات لم يكن التمثيل الحزبي فيها لحزب الأغلبية يتجاوز من 3-5%. أنا عايز أضرب لك مثال، جمعية 23 اللي هي كانت 32 واحد وعملها الملك فؤاد اللي هي لجنة الأشقياء خصصت على فكرة تاريخيا هو حزب الوفد كان ليه موقف معلن صحيح انه الجمعية التأسيسية لابد ان تكون بالانتخاب، ولكن كان هذا الموقف ظل لموقف في خلفي. الموقف الخلفي ان كان مخصص له 3 مقاعد. حزب الاحرار الدستوريين الذي كان يلي حزب الأغلبية في الشارع السياسي المصري كان مخصص له مقعدين. كل الأحزاب الأخرى إما مقعدين إما مقعد. ولذلك لما تيجي هنا كل حزب عنده 3% أو 4% أو 5% تيجي تطرح الخيارات الدستورية تتعصر عصر، تبدأ تنشأ أغلبية داخل الجمعية التأسيسية، أغلبية وطنية على الخيار الدستوري. إنما دعني أصارحك القول، أصارح الدكتور أحمد أبو بركة ورجل صدره يتسع، لما لقي مثلا في الجمعية آنسة خريجة كلية الاقتصاد أظن 2010 أو 2011 وما لقيش عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، لما لقي في الحقيقة ده مجرد نماذج. إذن انت لما انا في 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 الموقع الرسمي لحزب الحريه والعداله جايبين احصائيه ظريفه قوي، قالوا انتوا زعلانين ليه؟ ده احنا عندنا قامات كبيره جدا تقدمت من التيار الاسلامي وما خدناهاش، دكتور يوسف القرضاوي، استاذ فهمي هويدي، الاستاذ فلان، قامات ضخمه جدا. انا في الحقيقه في تصوري ان كان التشكيل داخل على اطار التشكيل للتصويت وليس للايه، لدهس وفحص الخيارات الدستوريه. يعني انا عايزك تتقبل المسائل اللي هيرد عليه كمان. احنا في اطار لا، احنا في اطار. انا احيي واقدر حزب الحريه والعداله من موقفه من الحكم، الموقف الممتاز، موقف محترم جدا واحيي الدكتور سعد الكتتني حينما اعلن احترامه لاحكام القضاء. ده بنحس ان احنا في دولة جديدة وعصر جديد. احنا الان بنحس بدولة جديدة وعصر جديد. لان اذا اختلفت مع الحكم القضائي انت تحترمه. ولذلك انا عايز اقول لك التشكيل في الجمعية التأسيسية، انت بس ما ردتش عليه، هل احنا في حاجة الى اعلان دستور جديد؟ ما انا قلت لك انا عندي حل. لو الحل ده المجمع الانتخابي طلع عمل لي لايحة بيه واعلنه، الحكمة ضلت المؤمن. لو ما عملوش يبقى انا ارجح واحبذ ان اللجنة المنتخبين هي اللي تعمله وتطلعه وتتوافق عليه اجتماعيا ونخرج المجلس الاعلى القوات المسلحة من الصورة، مفيش اي مشكلة. طيب. انما اذا لم تفعله يبقى لازم المجلس الاعلى. طيب دكتور مباركة، دلوقتي بعد وقف عمل اللجنة التأسيسية هذا يعني اجراء انتخابات الرئاسة قبل كتابة الدستور الجديد؟ هو بكل تأكيد كانت ستجري انتخابات الرئاسة قبل كتابة الدستور الجديد، لان حتى معاد 6 شهور اللي منصوص عليه في المادة 60 ده معاد تنظيمي مش معاد ملزم، لأن لا يمكن بحال من الأحوال أن تقيد لجنة كتابة الدستور بمعاد. يعني رئيس الجمهورية هيجي هيعمل إيه؟ مش عارف هيجي على دولة رئاسية ولا دولة مشكلة.
يعني لا انا من وجهه نظري هذه لا يوجد في اي مشكله على اطلاق. لا ده في مرشحين قال لك انا لو النظام هو مش هنزل مثلا هو يقول زي ما عايز يقول، لكن في النهايه حكم القانون هو في الدوله الحديثه هو بينفذ، وبالتالي الرئيس ياتي او صاحب السلطه السياسيه يبقى شغله في اطار قاعده قانونيه. مش طب ماذا لو راى المجتمع بعد ان انتخب بنظام رئاسي ان يغير النظام في خليه برلمان؟ هقول لا انا ما اتفقش على كده. ده مش منطق يستقيم. لا بالضبط ده مش منطق، لكن هو اللي في القاعده القانونيه لا تقيد برغبه احد او افراد. يعني اذا الانتخابات الرئاسيه يعني مفيش ارتباط بين المسارين. احنا قلنا مفيش من زمان قوي انه مفيش ارتباط بين المسارين، وانتخابات الرئاسيه تجري في مواعيدها، هو الدستور يوضع براحته ياخد حظه ووقته، حتى ده مش هنضع كل الدستور كل يوم. فما فيش التلازم بين وما فيش اي اشكاليه قانونيه في اتيان الرئيس قبل وضع الدستور او ياتي الدستور بعد ذلك. انا بس في بلفت النظر لمساله مهمه، لان كلام الدكتور جابر اللي قاله كله صحيح 100% فيما يتعلق باسلوب وضع الدساتير بطريقه الجمعيه التاسيسيه، وده مش معناه برضه ان انا بقول ان اللجنه ما نخليش فيها معايير، انا ما اقصدش ده، بس انا عايز ايه احرر المعاني. في تطور طرق وضع الدساتير نشأت بطرق غير ديمقراطيه، كانت المنحه ثم العقد ثم تطور الامر الى اسلوب الجمعيه التاسيسيه ثم تطور الاسلوب الاستاذ دستور. ايه المعايير المختلفه؟ لما التقسيم علمي الدكتور جابر يقعد يكتب في كتابه كده ويقسم بين حقيقتين، ما بقسمش تحكمي، بيقسم انه ادرك انه خلاف في الطبيعه، اختلاف في الشروط الاوصاف، اختلاف في الاثار القانونيه. وبالتالي لما العلم الدستوري حط طريقين متميزين لكتابه الدساتير الديمقراطيه، طريق الجمعيه التاسيسيه وطريق الاستاذ الدستوري، علينا ان الا نخلط بين الطريقين. في طريق الجمعيه الشعب ينتخب جمعيه ويمنحها السلطه التاسيسيه، ومن هنا جاءت التسميه، لا تسمى تاسيسيه الا اذا امتلكت السلطه التاسيسيه، وبالتالي عملها له قيمه قانونيه بمجرد وضع الدستور من الجمعيه يصبح نافذ ولا يشترط استفتاء الشعب عليه. ومن هنا كانت الحكمه في اشتراط الضوابط والمعايير والقواعد والتمثيل المتوازن وكل الفئات وكل ما يجو ما يدور في الحديث بكل ما يتصور العقل البشري من ان يكون المجتمع حاضر كله بكل تكويناته الفكريه والثقافيه والسياسيه والجنسيه والاثنيه والعرقيه الى اخره داخل الجمعيه. اسلوب الاستاد الدستوري القيمه القانونيه ليست عند اللجنه التي تكتب، ولذلك انا بختلف برضه مع الاسميه الجمعيه، ما هيش جمعيه تاسيسيه اطلاقا، هي لجنه كتابه الدستور. بمعنى الاسم القانوني العلمي الصحيح لها لجنه كتابه، لان عملها عمل تحضيري ليس له قيمه قانونيه. فرق جوهري جدا. ايوه بس عارف يا دكتور، يعني لجنه كتابه المفترض تبقى هي يعني فيها خبراء فقهاء دستوريين وفي استشاريين في مجالات مختلفه في الرياضه في الفن في البحث العلمي في العلم، يديهم الافكار وهم يصيغوا. حضرتك سبقتني بما كنت اقوله تمام، ان الشروط والاوصاف في لجنه كتابه الدستور هي الخبره والمهنيه والحرفيه بالاساس، وليس بقى ايه العناصر الخاصه بتكون الجمعيات التاسيسيه، الخبره والمهنيه والحرفيه. وشرط اساسي الا يكون لها صبغه ولا لون سياسي اطلاقا، ولا الفكر ده شيء طبيعي، لكن ده الاساس. ان اساس القانون الدستوري نظم سياسيه، علم اجتماع باشكاله، خبراء زي ما سعادتك قلت في كل الفنون بقى تعاون هذه اللجنه، مثقفين وفلاسفه تعاون هذه اللجنه في النهايه لكي تضع دستور ويكون لديهم القدره على قراءه المتطورات اللي في العالم كله في النظم الدستوريه الحديثه والاتجاهات الحديثه وامال وطموحات المجتمع والامه والصور التي يمتلكها لمستقبله ويضعوها في مثل عندهم القدره على ده. أي. ثم بعد ذلك يطرح هذا المشروع الذي لا يساوي الذي ليس له قيمه قانونيه بخلاف اسلوب الجمعيه على الشعب، فيقرر الشعب ان يمنحه القوه او لا يمنحه. طريقين متميزين. هذا كلام خطير. وبالتالي الخلط اللي حصل ده هذا كلام خطير في سحب كل خصائص الجمعيات التاسيسيه على اللجان احدث اشكاليات كبيره. برضه انا بقول ده مش معناه ان انا في تشكيل أيه. لجنه لا اوراع شروط ولا معايير، طب اسمح لي لكن بحسب الطبيعه والشروط والاوصاف. معلش هطلع مجلس الدوله ونرجع تاني معانا لزميلتنا ايمان التوني من امام مجلس الدوله، نشوف اخبار الحكم الخاص بالاستاذ حازم صلاح ابو اسماعيل المرشح لرئاسه الجمهوريه. اخبار الحكم ايه؟ مساء الخير يا ايمان. مساء النور، اهلا ازيك يا استاذ عمرو. ايه الاخبار عندك؟ الاخبار يعني الشارع قدام مجلس الدوله يعني مليان حشود بالالاف، العربيات بتمشي لكن ببطء جدا، طبعا السير يعني بطيء الى حد ما، الاعداد كمان بتزيد عن السطح، يعني احنا يمكن كنا قدمنا تقريبا الحكم صدر يا ايمان ولا لسه يا ايمان؟ لا الحكم لسه، القاضي جوه في المحكمه في قاعه المحكمه وكل شويه هم يقولوا ان القاضي مش هيقول الحكم الا لما الصوت ينخفض. يعني اظن الشيخ حازم كلمهم في التليفون دلوقتي وقال لهم كلهم يخرجوا بره مجلس الدوله، مظبوط؟ ما فيش حد اتطرق خالص، وهم بيقولوا احنا معاه حتى الموت، وانا مش عارفه يعني ايه حتى الموت، يعني احنا معاه حتى الموت. ويعني
هتافات عاليه جدا. القاضي لم يتمكن من النص بالحكم منذ الصباح وعلى هذا الحال، ويمكن بيزداد يعني مساء الاعداد ازيد بكثير من اللي شفناها في التقرير بتاع النهارده الصبح. يعني لما الصوره قدامنا هي على الهواء مباشره، هي الحقيقه احنا جايبينها. اعداد رهيبه جدا. لا ما فيش حد بيتحرك من جوه، احنا حاولنا نوصل لحد من المحامين. هما جوه الجلسه يعني الحقيقه، يعني مش عارفه لو حضرتك ممكن نعمل مداخله كمان شويه، ممكن نكون وصلنا للمحامين اللي جوه القاعه يقولوا لنا. طبعا في ماسكات ووشوش المتظاهرين لابسينها لشكل السيد حسن صلاح ابو اسماعيل، وهما مصرين بيقولوا حتى لو كان الحكم بيقول ان والدته امريكيه فاحنا برضو مش مصدقين، مش معاهم. يعني هو ده كلام. طيب قولي يا ايمان، هل متوقع او منتظر امتى يصدر الحكم؟ يعني اخر معلومات عندي بتقول اخر كلام سمعناه ان هو لغايه الساعه 10. الساعه 10 يعني كمان 7 دقايق تقريبا. دلوقتي 10 تقريبا، احنا دلوقتي 10:15 و10 فقدامنا 10 دقايق ويصدر الحكم. طيب احنا هنتواصل معاكي تاني يا ايمان اول ما يصدر الحكم ان شاء الله باذن الله. شكرا للزميله ايمان التوني من امام مجلس الدوله في انتظار صدور الحكم الخاص بالمرشح لرئاسه الجمهوريه الاستاذ حازم صلاح ابو اسماعيل. لك تعقيب؟ طبعا. هو انا عايز اسالك سؤال، هل يعني هذه الحشود تمثل ضغطا على القاضي عندما لا 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 نهائي. هذه الحشود القاضي عندما يقضي لا صله له بهذه المساله. وكل ما يطلبه القاضي الهدوء في قاعه المحكمه فقط. اتفضل اتفضل. تعقيبات اخيره اتفضل. تعقيبات، اولا ما يقوله زميلي الفاضل الدكتور احمد ابو بركه هذا كلام خطر وخطير. اما من حيث كونه خطر، اولا ما فيش حاجة اسمها طريقة الاستفتاء لوحدها. في جمعية تأسيسية منتخبة بدون استفتاء، وفي جمعية تأسيسية منتخبة باستفتاء أو معينة باستفتاء. تمام. الاثنين جمعيات دكتور؟ نعم. الاثنين جمعيات؟ تأسيسية؟ بتبقى جمعية تأسيسية. ليه في لا سيبك من لجنة وتأسيسية. قسمنا ليه طيب؟ لو سمحت بس أكمل. مقسمينهم في الكتب ليه؟ لا مش مقسمينهم، روح للكتب بتاعتنا هتلاقي ان جمعيه تاسيسيه الاستفتاء كطريقه منفصله هذا دجل علمي ولا يمكن ان يتصور. لانه انا الدكتور ابو بركه عايز يسوق ليا ان اللجنه دي ملهاش قيمه قانونيه، وكل اللي هتعمله ده ماليش لازمه ولا تخافوا منه، المهم الاستفتاء. الاستفتاء ده اللي هنعرض عليه الدستور اللي فيه 200 مادة في ايه؟ في اسبوعين 15 يوم. وكأن الشعب يستطيع ان يقيم دستورا من 200 مادة في اسبوعين في 15 يوم. انا كأستاذ القانون الدستوري ما اقدرش اقيمه. يبقى اذا الكلام اللي بيتقال على ان الاستفتاء، طيب انا هرد على الدكتور احمد بركة بمعادلة بسيطة جدا. اتفضل. انت يا سيدي زعلان ليه؟ ادي بقى لا ادي سيب الجمعية التأسيسية كأغلبية للأقلية ان هي تعمل لك الدستور، وبعد كده هنوديه للاستفتاء وقول لي خليك بس معايا. طبيعي. طب خليك بس معايا اذا في نص واحد لمضى عن شبه فوق. خليك بس معايا، امر طبيعي يا دكتور. اولا رفض الدستور او قبوله بلوك واحد طبعا، مفيش نص. هو ايه بيكون ماده طبعًا. ماده ولا لا بيكون ما كله واحد. هل توافق على مشروع الدستور المعروض بنعم او حته ورقه؟ لو سمحت حته ورقه زي دي، لو عايز تقول لي برضه، لو عايز تقول عايز اعمل استفتاء محترم ونتائجه تكون محترمه اديني 6 شهور. لا هو إن لو سمحت هنختار التاريخ يا دكتور. لا اكمل، مفيش مانع من الجمعيه بس ناخد طريقه مثلا نعمل تسلسل. يبقى اذا ساعات ونعمل جمعيه تاسيسيه جديده لابد من دوام الشرع مباشره وتطلع الدستور. لو سمحت ايه المشكله؟ دي مساله اخرى، دي مساله ناخد طريق بكل احنا أصف. بنتكلم دلوقتي وفقا لي، احنا بنتكلم دلوقتي وفقا للي موجود. طيب عشان بس احنا وقتنا انتهى، احنا بنتكلم وفقا لما هو متاح. دكتور جابر وتعقيب من سيادتك الكلمات الاخيره، اتفضل يا دكتور. العمل الذي سوف تقوم به الجمعيه التاسيسيه هو عمل ضخم وخطير وبالغ الأهمية بالنسبة لمستقبل هذه الدولة. فالبرلمان ينتخب لمدة 5 سنوات ثم يذهب، والرئيس ينتخب لمدة 4 سنوات ثم يذهب، إنما الدستور بيقعد في قلبزنا 100 سنة على الأقل. ولذلك صناعة الدستور ليس فيها فصال، ولذلك الخلاف والاختلاف والمؤاخذة والمجاذبة حول صنع الدستور أمر حيوي وجاد، كل حاجة مقدور عليها ما عدا الدستور. ولذلك لابد أن تشكل الجمعية التأسيسية على قاعدة التمثيل الوطني وليس التمثيل الحزب، لأنه إذا أصر حزب الأغلبية أن يضمن
التصويت لصالحهما في الجمعية وتتحول الجمعية إلى وكأنها جمعية، يبقى لو قعدنا نشكلها 100 مرة مش هتؤدي على كلامك واضح دكتور أحمد. لا هو اللي إذا انعقد الرأي في المجتمع على الفكرة اللي بقوله الدكتور جابر، بناخد طريق الجمعية التأسيسية وتجرى انتخابات تنتخب جمعية وتضع دستور ويصبح نافذ بمجرد وضعه. وبعدين أسلوب الاستفتاء الدستوري، من الذي قال أن الأمر يقف عند حد الاستفتاء ذاته؟ في أسلوب الاستفتاء الدستوري والدكتور يعلم هناك جملة الإجراءات التحضيرية، تشكيل اللجنة، منها المشاركة الشعبية في كتابة الدستور، منها لجان الاستماع التي تعرض مبدئا على رأي العام وتجمع استطلاع الرأي حوله. يعني اللجنة لا تنتهي بالكتابة من عندياتها، بل لابد أن تتلمس الواقع بكل مفرداته وتسكنه في المشروع، لأنها موكلة بمهمة أمينة عليها زي المحامي وزي الطبيب اللي بيخش عمل قلب أو جراحة بهذا الكيف، وبالتالي بتعمل عمل مهني فني على أعلى مستوى. وفي النهاية الحكم عليه لمين؟ للشعب. في أسبوعين في لا في ست شهور أو في سنة أو اثنين من الآن الإعلام. بص يا دكتور عندنا 56 مطبوعة المفروض تشتغل كلها في كل فقرة ونص في الدستور. يعني إيه مطبوعة؟ الجايد والصحف والمجلات، الإعلام كله، كل القنوات، المفكرين، لجنة والكتاب، لجنة المستشار البشري، لجنة المستشار البشري. دلوقتي جالي آخر خبر دلوقتي، اللجنة التشريعية المنعقدة حاليا بمجلس الشعب وافقت على تعديل المادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية لمنع فلول النظام السابق من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية. هذا الخبر وارد من البرلمان. تعقيبا على هذا الخبر، أنا أول من اقترحت أن يستعاد عن تعديل قانون الإفساد السياسي تعديل المادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وكان في لقاء مع النائب عمرو حمزاوي والمستشار وعمر محمود الخضيري. المستشار محمود وعمرو حمزاوي أخذوا الفكرة ونفذوها، أنا بشكرهم عليها، لأن هذه الفكرة يعني بتقفز على كل الاعتراضات الخاصة التي تقدم على القانون المقدم. وكنت أنا اقترحت هذه الفكرة بعض الأصناف يعني بنسجل ذلك. لك تعقيب أخير فيما يخص الكلام دكتور أحمد؟ لا هو أنا بس بأتمم تعقيبي. فاختزال طريق الاستفتاء الدستوري كطريق وضع الدساتير، أولا غير صحيح بالمرة أن بيحدث خلط من المفاهيم العلمية بدون سبب على الاطلاق. العلم لما قسم الطريقين دول قلت لك اختلاف في الطبيعه، في الشروط، في الاوصاف، في الاثار القانونيه، وبدا من الدكتور سيد صدر. وجاءنا خبر تالي الان ان المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل يحذر من عدم دستوريه هذا النص. هذا الخبر على مسؤوليه مساعد وزير العدل المستشار عمر الشريف. اتفضل. لا هذه يعني مسألة الدستور ده، الدستور مسألة ستطرح شئنا ما بين ستطرح من محكمة الدستور العليا بلا شك. يعني أنا كل لما نمس طبعا نروح الدستورية وبعدين نرجع نقل الانتخابات مرة ثانية. لا 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 ما فيش ارتباط بين الاثنين على فكرة، برضه ما فيش ارتباط. كلمة أخيرة دكتور جابر. كلمة أخيرة ما تكملش بس كملتش. طب قول لك الكلمة. كلمة لا لا يعني أنت الأغلبية ولازم لا برضه لو كلمات مش كلمة. لا لا يعني هو أنا قصدي التقسيمات ديت مش إحنا اللي ابتدعناها، ده العلم اللي ابتدعها، هو موجودة في كل الدنيا مش عندنا بس. وكل الاساليب الجامعات اللي تمت بهذه المعايير والاوصاف لانها وضعت الدساتير فنفست بدون استفتاء، وكل ما يوضع من هيئات لكتابه الدساتير قبل الاستفتاء السوري هي عمل تحضيريه كما قلت، وبيشارك كما قلت في وزمن كبير يشارك فيه الكل ويسمع فيه الكل. كلام واضح جدا. كلمه اخيره اولا يعتذر في عمل الاستفتاء فقط. مساله ان اللجنه سوف تقوم بعملها في ميدان التحرير والناس كلها هتشوف هي بتعمل ايه. لا ده الناس اللي هتقوم مش اللجنه دكتور. هتسال كلمه اخيره الوقت خلص. لجان استماع يا دكتور. هذا كلام غير صحيح. لجان استماع يا دكتور. استماع والكلام بيخش من هنا ويطلع من هنا، وهذا ما ألفناه. انت الدوله لو سمحت. لا اتفقنا عليه هو الحزب قال عليه. معلش 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 الزمن اللي كان فيه لما كنت لا 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 لما شوف احنا عايزين نبني دوله مؤسسات صحيح. ما تقولش ان احنا طالما ان احنا الموجودين يبقى لازم لا تقول لا, 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 لا تقول ثق فينا احنا هنعمل كذا. احنا عايزين لجنه تاسيسيه لتاريخ منضبط ماشي تحلى عايزة تاكسيه بالمواصفات دي بنعمل انتخابات ولا جلسه. اكمل اتفضل دكتور. لجنة تأسيسية مؤسسة، هذه المؤسسة تقوم على ازاي تشتغل لازم الناس تعرف، ازاي تختار لازم الناس تمام. ده مش طبيعي اللي كان حاصل مش طبيعي. ليه؟
لانه ما حدث في اختيار اللجنه مش عايزين نعيد المؤنع كله المؤنع كله يا دكتور ابو مبارك انت عارف وانا عارف والدكتور حصل خلاص احنا عارفين اللي حصل الدكتور 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 محمد البلتاجي وهي شخصيه بالغه الاحترام والتقدير بكل تاكيد قال لقد اخطانا في تشكيل اللجنه ويجب ان نراجع هذا الخطا الرجوع الى الحق يا دكتور يا سيدي لا خليك بس ايه فضيله انت قلت كلام ولذلك مهم ولذلك ولذلك لابد ان تتشكل اللجنه على قاعده التمثيل الوطني وليس وده اللي احنا عايزينه يا دكتور احمد يا دكتور لا بس جابر ده فرض للراي بشكل انا من وجهه نظري لا فرض بالراي زي. بشكل من وجهه نظري اولا بمساله علميه بيطلع على مقدمه ان اللجنه لم تكن كذلك لم تكن لا اللجنه كانت كذلك لا نهائي وراجع تشكيل العبره بحكم القضاء اللي صدر العبره بحكم موقف ليه طيب عشان من داخل برنامج دكتور ابو بركه دكتور جابر العبره بحكم لا اتبرر الاسباب كان ايه الاسباب موجوده يا دكتور ايه الاسباب بشكر دكتور جابر اتمنى ان الدستور او اللجنه الجديده القادمه تكون بجد لجنه معبره عن الشعب المصري بكل طوائفه يعني حتى لا نقع في نفس الخطا الذي وقعنا فيه بشكر جدا دكتور جابر نصار دكتور ابو بركه فاصل نعود مع فضيله الشيخ محمد جبريل